عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزات، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أعزائي المشاهدين جيناكم ببعض الأخبار أو أهم ما قام به لاعبين المحترفين في هذا الأسبوع، ورح نركز على لاعبي الدوري الفرنسي بصفة عامة وكذلك زروقي. لكن قبل ما نبدأ نتكلم عن اللاعبين، عندي خبر مهم جدا. الحلقة اللي أو الموضوع تكلمت عليه يعني قبل يومين أو ثلاث أيام، لما خرجت أخبار بأن العديد من الدول يعني تساند الجزائر، قلت بالكلمة الواحدة احذروا لأن الأفارقة متملقين. معناتها لما يكونوا في الجزائر كلهم يعطونا كلام عسل، يعطونا مديح بما فيهم متصيبي، بما فيهم متصيبي. قلت بالكلمة الواحدة احذروهم، لأنه ما نتكلش على هذا الكلام نتاعهم. قلت لازم نخدموا في الكواليس، ما نبقاوش ننتظروا فقط الكلام على لسانهم، رانا معاكم وراكم ملاح. حنا الشان قدمناه يعني بصورة كبيرة جدا، ونقولها من هذا المنبر، إذا ما ادتهاش الجزائر فراح تكون فضيحة وراح تكون كارثة، لأنه ما قدمته الجزائر في هذا الشان كبير وكبير جدا. لكن قلت احذروا هؤلاء. واحد منهم مخرج وهو رئيس الاتحاد الموريتاني، لما كان هنا في الجزائر الجزائر بلد كبير ونظمة الشان مليح وتديك السباقية بإذن الله ورانا مساندينا ورانا معاها، لكن بمجرد أنه حط رجليه في نواكشوط، شوفوا التصريح اللي قالوا أو التوضيح اللي داروا في الصفحة نتاعو. قال توضيح: طرحت في بعض وسائل الإعلام بشكل متكرر أنني حددت موقفي من دعم أحد الملفات المترشحة لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025. أكيد هو يقصد الملف الجزائري، لأنه الجزائر فقط هي اللي قالت أنه موريتانيا تساندنا، وكذلك قالت على بعض الدول. إذن وإزاء ذلك أود تأكيد ما يلي: أنني كعضو في اللجنة التنفيذية للكاف لا يمكنني أن أعلن أي موقف محدد في هذا الصدد، حيث لم أعلنه سابقا ولن أعلنه لاحقا، وأتمنى من وسائل الإعلام كافة تحري الصدق والمهنية في الحديث عن مواقف حساسة كهذه. إذن قلت لكم الآن كيقولوا يدوروا، لما تكمل الشان تشوفوهم كلهم يدوروا. لذلك يا جماعة ما نتكلوش على وعودهم، بل لازم نتكلوا على كتافنا ونروحوا في الكاف ونديروا الكواليس، وإلا فإننا لسنا شيئا في إفريقيا. إذن أعزائي المشاهدين نروح مباشرة إلى لاعبينا، والبداية بأوندي دولور الذي أمضى عقد الإعارة لست أشهر قابل لي أو يعني مع نهاية العقد قابل للشراء. يعني دولور العقد نتاعه ينتهي في عقد الإعارة ينتهي في نهاية جوان، لكن يعني أحقية الشراء تكون لصالح نادي نونت، يعني إعارة مع أحقية الشراء. المبلغ كان 10 مليون يعني أورو، وكذلك ضرور حمل الرقم 99 أو راح يحمل الرقم 99. نونت حاليا فريق متوسط نوعا ما، لكن يعني مش بعيد عليه، ثم تقريبا يعني في نفس ال، راح نعطيكم ترتيب لما نتكلم عن اللاعبين. كذلك هناك لاعب آخر حجة وراح نتكلم مش قدم اليوم، لكن قبل ما نروح إلى بقية اللاعبين نعطيكم معلومة مهمة جدا عن دولور. الآن أمامكم هذه القائمة أعزائي المشاهدين تاع اللاعبين الأكثر حسما في آخر 10 سنوات في الدوري الفرنسي. أوندي دولور يحتل المركز العاشر ب 124 مساهمة، 85 هدف و 39 يعني تمريرة حاسمة، هذا رقم مميز جدا آخر 10 سنوات. الأول هو كيليان مبابي، ويسام بن يدر، كافاني، إبراهيموفيتش، بايي، فلوريان توفان، أنجيل أنخيل دي ماريا، نيمار، وكذلك لاكازيت، يعني لاعبين عالميين ولاعبين ممتازين جدا. أوندي دولور بيناتهم يعني لاعب رائع ورائع ورائع جدا. دائما نكرر ونقول للأسف لم نستغل إمكانيات هذا اللاعب آخر ثلاث سنوات. نروح الآن إلى الدوري الهولندي، وبعد نعود نرجع للدوري الفرنسي، وعندنا زروقي اللي واصل تأدية أو القيام بمباريات ممتازة ومميزة جدا. أعزائي المشاهدين هاي الصورة أمامكم، اليوم واجهوا فريق فاينورد روتردام المتصدر اللي كان قريب أنه زروقي ينتقل له، لكن تبانتي تمسك بشدة باللاعب زروقي ما خلاش يروح. إذا زروقي كان عنده 7.3 كثالث تنقيط في أرضية الميدان، يعني إذا زاد الحارس كان عنده 7.7 وزروقي كان عنده 7.3، هو ولاعب الوسط يعني سادي لايك وكذلك المدافع روبين بروبر. كذلك اللاعبين في الهجوم كلهم كان عندهم أقل من زروقي، وهذا ما يدل على أن زروقي أدى مباراة ممتازة جدا. واليوم القنوات الهولندية قالت بأنه حاليا زروقي يعتبر أفضل لاعب وسط في الدوري الهولندي، يعني الكلام على لسان الهولنديين. الآن واش واحد باش يقول لك النقاط ما يعني ولا شيء، شوفوا زروقي نحلة متحركة في كل أرجاء الملعب، شوفوا يا ناس شوفوا التحركات تاع زروقي
في الخلف في منطقة الجزاء، في اليمين في الشمال في اليسار في الأمام في الخلف، يعني في كل في منطقة جزاء الخصم في روتردام في منطقة جزاء أتلانتي، يعني كان لاعب ممتاز ومميز جدا وأدى مباراة في القمة ومباراة رائعة ورائعة جدا. بالتوفيق للزروقي، أنا ننتظر ونشوف هذا المستوى في المنتخب الوطني، لكن ما حبش يبان. أعزائي المشاهدين، نروح الآن إلى اللاعب شعيبي. شعيبي كذلك اليوم لعب مع نادي تولوز وفاز خارج ميدانه أمام ستراسبورغ بنتيجة 2-2. شعيبي كان عنده 7.4 من النقاط، كان عنده تنقيط متوسط لكن موش سيء، لأنه دائما اللعب لم يكن عنده 7.4 يعني هو تنقيط جيد. لعب 90 دقيقة، خرج في الدقيقة 90. كان أفضل لاعب هو دالينغا اللي سجل 2.8. كاين اللي أفضل منه كذلك الراتاو عنده 7.5، هو لاعب برازيلي. عندنا كذلك أسفيرينغ عنده 8.3 لاعب وسط، وكذلك كان عندنا فاندن بومن عنده نفس التنقيط 7.4، ونيكولايسن عنده 7.6 يعني أفضل من شعيبي. نقول بأن شعيبي عنده نوعا ما تنقيط جيد جدا في هذه المباراة، لأنه المباراة الماضية كان احتياطي ورجع باش يلعب أساسي في هذه المباراة. نروح كذلك لنونت، كما قلنا حجام اليوم لعب أساسي وخرج كذلك في الدقيقة 90 وتعادل مع كليرمون فوت ب0-0. اللاعب زفان لم يلعب، لم يكن في المباراة. إذا حجام اللاعب الظهير الأيسر كان عنده 6.8 وهذه أول مباراة يعني أساسية له مع النادي نونت، لأنه انتقل فقط مؤخرا إلى هذا النادي. لعب مباراة الكأس وكان أفضل لاعب في المباراة، واليوم عنده 6.8 تنقيط متوسط نوعا ما، وتعادل لنونت هو تعادل جيد جدا يعني يفيده في المباراة القادمة. كذلك نروح إلى نادي أو يعني أجاكسيو، وبليلي اليوم يحمل رقم 10 لأول مرة وانهزم أمام ليون ب2-0. بليلي لعب كل مباراة وكان عنده تنقيط 7.3 ثاني أفضل تنقيط في المباراة بعد مانياني للاعب الوسط عنده 7.6، وكذلك المدافع يوسف نفس تنقيط 7.3. قولوا أنه بليلي اليوم كان أداء جيد يعني عكس المباراة الماضية اللي كان سيء نوعا ما. على الإجمال تكلمنا على لاعبي يعني لاعبي نيس، لما تكلمنا على بوعناني تكلمنا على بوداوي اللي كان مستوى جيد وفازوا اليوم، وكذلك تكلمنا على عطال اللي دخل في الدقائق الأخيرة أو دخل قبل 10 دقائق من نهاية المباراة وأصيب في آخر دقيقة من اللقاء للأسف. إذا عطال هذه حالته، نتمنى له الشفاء على كل، لكن بالماضي لازم يشوف يعني إلى أبعد من ذلك. بكلامنا على فريق نيس نتكلم كذلك عن إبراهيمي. إبراهيمي تم إعارته إلى نادي تروا يعني إلى نهاية الموسم، إن شاء الله يلعب دقائق أكثر، لأنه للأمانة إبراهيمي عنده مستويات ممتازة جدا، عنده إمكانات رهيبة جدا. وبالتالي أنصح المعلومة، قلت لوسيان فافر تمت إقالته من نادي نيس كما تعلمون أعزائي المشاهدين، وبالتالي صح المعلومة في هذا الفيديو أحبتي. ونشكر أحد الإخوة اللي يعني نبهني في التعليقات، بارك الله فيه. إذن أعزائي المشاهدين أقول بأنه نتمنى التوفيق لإبراهيم، لأنه الآن نيس رجع فريق جزائري بامتياز، بل هندي حارس المرمى، عندنا عطال، عندنا بوداوي، عندنا بوعناني، وعندنا كذلك دولور اللي راح إلى نونت إذا رجع، لكن هو حاليا بالنسبة كبيرة جدا راح يبقى في نونت، وكذلك عندنا لاعب إبراهيم. إذن تقريبا تكلمنا عن كل لاعبين بالإجمال. توبا في تركيا فريق تاعو كذلك فاز، هو في المركز الثالث، فازوا على معتقد 2-0. كذلك بن سبعيني في ألمانيا، النادي تاعهم رجع إلى الفوز وفاز بأربع أهداف ورجع إلى الانتصارات، وهذا شيء كذلك جيد جدا، وبن سبعيني أدى مباراة جيدة جدا. ما نقدرش نتكلم بالتفصيل على كل اللاعبين وإلا الفيديو يكون طويل أعزائي المشاهدين. وبالنصر أنا تكلمنا عليه بالسقوط المدوي اليوم. بالتوفيق لكل لاعبين أينما كانوا أحبتي، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.